على قد ما بنقدر بنحاول نجيب لحضراتكم كل ما يخص النادي الاهلي او مباراته في ضد كارلسبورغ. طبعا دي لقطات جايه حصريه لقناه النادي الاهلي قبل بدايه المباراه، واحنا دلوقتي في الدقيقه 34 من عمر المباراه وما زالت النتيجه التعادل السلبي ما بين الفريقين. وعايز اقول لحضراتكم ان النادي الاهلي ماسك المباراه بشكل كبير جدا جدا. بعض اللقطات معاكم على شاشه قناه النادي الاهلي. يعني طبعا على قد ما بنقدر بنحاول نجيب لحضراتكم اولا اول باول ماذا يحدث في ملعب فريق كانو سبورت ده قبل المباراه. بعض اللقطات برضو موجوده يا كابتن حشيش، يا كابتن بلال، يا كابتن اسامه، يعني معلش برضو الناس تبقى شايفه ايه اللي بيحصل. واضح جدا ان الملعب متاثر تماما بالمطره. يعني معلش اعذرونا شويه لو في حته مش جايه بيها قوي او مش باينه فيها قوي، ولكن خدمه طبعا لكل جمهور النادي الاهلي مثل هذه اللقطات، لقطات حصريه فقط على قناه النادي الاهلي لهذه المباراه. دلوقتي اعتقد الدقيقه 34 او 35 كمان وما زالت النتيجه التعادل السلبي ما بين الفريقين النادي الاهلي وكانو سبورت. الملعب واضح جدا يا كابتن حشيشة، يا كابتن أسامة، يا كابتن بلال، واضح هو متأثر. مفيش تواجد جماهيري كبير لفرقة كانو سبورت، ده برضه شيء مهم. يعني ما لهمش جماهيرية كبيرة. أيوة. دي في بداية المباراة النهاردة أحمد فتحي هو كابتن الفريق. شفنا زي ما كان شريف بيقول النادي الأهلي هو المستحوذ وهو ليه السيطرة في أرض الملعب. شفنا برضه اللقطة اللي فاتت إن النادي الأهلي ساب تلت ملعب لكانو سبورت يحضر ورجعوا ورا عشان يبدأوا يعملوا عملية الضغط اللي بتتم من نص الملعب. من واضح ان كان الصورت برضه نفس الطريقه اللي بيلعب بيها الاهلي، بس بيضغط من تحت الملعب. لا ضاغط من قدام يا اسامه، هو برضه بيتكلم عليها ان سيطره النادي الاهلي في خلال الفتره دي. برضه كابتن حشيش وحضرتك بتتكلم برضه ده شغل، يعني حاجات جديده لسه واصله حالا دلوقتي لقناه النادي الاهلي، وبالتالي احنا بنذيعها دايما لحضراتكم اول باول. دي فاول من ناحيه اليمين اعتقد ان ده علي معلول. و أنا بحيي الناس بصراحة على المجهود الكبير اللي معمول. أنت دخلت الجمهور بتاعنا في أجواء المباراة بالزبط. يعني اللقطات دي بصراحة دخلتنا في أجواء المباراة. واضح يا كابتن أسامة، يا كابتن بلال، إن فريق كانو سبورت بيستنى حتى كل الفرقة. لو تعد المجموعة اللي موجودة دول هتحس إن 11 واحد تحت خط بالظبط تحت الكورة. في أحمر يعني كتير، حتى شايف الفانيله الحمراء في اكتر في في نص هو اول ما الكره بتتقطع واضح ان هم بيرجعوا لغايه الدايره. لا بس واضح ان هم برضه بيحضروا من تلتين ملعب، يعني من تلتين ملعب بالظبط بالظبط. خد بالك بيبقى تحت كوره، بس النادي الاهلي بيلعب متقدم شويه من المرمى، من تلتين ملعب ما بيدافعش من نص ملعب، بيدافع من تلتين ملعب. وعجبني حاجه في بعض اللقطات دي ان فرقه الاهلي بتلعب في 45 متر، سواء اذا كان دفاعيا يا اسلام او هجوميا. بص فرقه النادي الاهلي كلها بتلعب كلها في 45 متر في الناحيه، في الحته الدفاعيه او في الحته الهجوميه. الانتشار جيد جدا، الانتشار سريع. بص الفرقه بترجع ازاي تاني. بص يا كابتن التحول بتاع النادي الاهلي سريع جدا. بيحاولوا ان هم يستحوذوا على الكوره، الكوره بتتنقل دايما على الاجناب، مفيش لعبه في العمق. تمام. ودي برده حاجه، يعني دي ميزه خد بالك من مميزات الفرق الكبيره بشكل عام، ان دايما اللعب يكون على اطراف الملعب. يعني دايما انت لما تيجي تفتح الملعب صحيح. الافضل بالنسبه لك انك تفتح على اطراف الملعب، تيجي تصنع الهجمات الافضل بالنسبه لك حتى لو اتقطعت في الطرف. هنا كل فريق كانو سبورت كله تحت ال 18 غير الاثنين اللي بره في الحيطه هناك غير اللي واقف، فكل ال 10 رجعوا في درجه في الكره الثابته اللي رفعها علي معلول، دي كانت برده فيها خطوره للنادي الاهلي. تمام. انا عايز اقول برده يعني انا شايف انها تجربه كمان مفيده قوي للنادي الاهلي، بالذات للجهاز الفني انه هيحط ايده على